الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أفكر حضراتكم إن إحنا لسه في الآية اللي بتقول القلب أخدع من كل شيء، وأسوأ خدعة ينخدع بيها الإنسان هي الخدعة اللي تيجي من قلبه مش تيجي من برا. النهاردة هنتكلم على القلب أخدع من كل شيء، ونتكلم على شخصية بتخدع نفسها قوي قوي. الشخصية دي بنسميها أو يسموها بتاع علم النفس الشخصية الإنكارية أو الدينايل بيرسوناليتي، أو هنقول كده الإنكار. يعني إزاي أنا بخدع نفسي؟ بخدع نفسي بالإنكار. يعني إيه كلمة إنكار؟ يعني واحد لا يعترف إنه غلطان في أي حاجة. طب إيه مشكلة الشخصية دي؟ مشكلة الشخصية دي إن عمرها ما هتتغير للأفضل، لأن طول ما أنا شايف أنا مش غلطان هحاول ضد إيه؟ ما أنا كويس وراضي عن نفسي. والشخصية دي متنوعة وموجودة. يعني على سبيل المثال الشخصية العصبية، وأحكي لكم حكاية كده حصلت من يمكن أكتر من 25 سنة، ويمكن أصحاب القصة دول مش موجودين في مصر حالياً من زمان، لكن أنا عايز أقول شخص حاجة على الشخصية الإنكارية. أفتكر أسرة كانت مكونة من 4 أو 5 أفراد، الخمس أفراد دول كانوا ييجوا يعترفوا بالدور 1 2 3 4، وبعدين كانت الزوجة والأولاد كل مرة يشتكوا من عصبية زوجهم. وأنا فاكر أن حكيت لكم الحكاية دي زمان. فالزوجة تقول اعمل معروف كلمه يا ابونا، والأولاد يقولوا اعمل معروف كلمه يا ابونا، وأنا ما كنتش عايز أكلمه عشان ما يحسوش إن هم اشتكوه والعاقبة تبقى أسوأ. وفي يوم من الأيام ربنا فتح لي سكة كده، هم بيشتكوا من عصبيته، عصبية صعبة قوي لدرجة إن مرة الأكل كان فاتر من السخن قوي، مسك الطبق بالأكل رماه في الأرض وكسره، يعني عصبية مش طبيعية. ففي يوم من الأيام بعد ما خلص اعتراف قلت له ما فيش خطايا تانية؟ قال لي لا. زي إيه يا ابونا فكرني؟ قلت له يعني مثلا ما فيش عصبية أو غضب بتوع فيه؟ فكان الرد بتاعه رد مفاجأة قوي. قال عصبية ايه؟ لا ده انا هادي قوي يا ابونا، ده انا اهدى واحد في كل اخواتي. فانا سكت الحقيقة وما كملتش معاه، لان مش قادر اواجهه واقول ان اهل بيتك بيقولوا غير كده. هدي شخصية انكارية. يعني ايه انكارية؟ عمرها ما تعترف بغلطها. كمان شخصية من الشخصيات الانكارية نسميها الشخصية النرجسية. يعني ايه الشخصية النرجسية؟ اللي هو شايف نفسه قوي 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 قوي، يعني أنا حاجة عالية قوي الناس ما تستهينيش. فاللي زي ده مش ممكن يكون شايف نفسه بيغلط أبدا أبدا. يعني حتى لو حد قال له أنت مغرور يقول الإنسان ده بيغير مني عشان مش ناجح زي. طب خطورة الشخصية الإنكارية دي إيه؟ أو الدينايل بيرسوناليتي خطورتها إيه؟ هقول لكم 3 حاجات. نمرة 1، شخصية آسف إن أنا أقول مستفزة جداً لكل اللي بتتعامل معاه. يعني صوروا واحد عصبي جداً 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 ومنكد على بيته كله، يقول لك أنا عصبي؟ ده أنا أهدى ما يكون، ده لو واحد غيري كان ولع في البيت ده من زمان. فمستفز جداً، شخصية مستفزة جداً. طب إيه تاني عيب من عيوب الشخصية الإنكارية دي؟ إنها مش ممكن تتغير وغير قابلة للتغيير، لأنها تنكر وجود المرض النفسي أو المرض الروحي جواه. فلو أنت قلت له أنت عندك ذات، هو شايف نفسه متضع، ولو أنت شايف نفسك أنك أنت بتديله على عيب معين هو هيرد عليك ويقول لك الحقيقة أنا مش محتاج أنك تقولي كده لأن الموضوع ده مش فيا. طب هيتغير إزاي؟ الحقيقة مش هتغير. وعلشان كده ودي أسوأ خطورة في الشخصية الإنكارية، أنه لا يقدم توبة أبداً، لا يقدم توبة أبداً. يعني كانت في زوجة بتشتكي من زوجها قد إيه مسرف قوي قوي قوي، يعني بيقبض مبلغ كبير قوي قوي، ممكن يكون دخل 10 موظفين ويجي على يوم 20 ما بيخلص. فبتقول له قدامي، بتقول له اعمل معروف أنت إيدك مخرومة، يعني عادة بيشكوا الستات بتصرف، أنا اللي بقول لك امسك إيدك شوية عشان مستقبل الولاد والبنات. قالوا أنا مصرف، ده أنا مدبر جدا جدا، ده أنا غير بيصرف 10 أضعاف اللي أنا بصرفه. فلا عاوز يتغير ولا عاوز يعترف
ولا عاوز يتوب بالغلط اللي فيه. ودي صورة من صور خداع القلب للإنسان. بس لسه في صورة تانية نتكلم عنها بكرة، نتقابل بكرة. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد، آمين.